مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. ومثل ما عودناكم كل أسبوع راح أكون وياكم أنا بالإعداد والتقديم الدكتورة نور محمد علي طبيبة اختصاص، لتقديم هذا البرنامج اللي راح نستضيف به عدد من الأطباء المختصين في مختلف الاختصاصات الطبية، كذلك نستضيف مسؤولين من وزارة الصحة للإجابة على كل استفساراتكم ومعرفة منجزات وزارة الصحة. إذا عندكم أي مقترح أو سؤال أو استفسار يمكنكم الاتصال بنا على أرقام البرنامج الموجودة أسفل الشاشة. خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية. اليوم معنا بالاستوديو الدكتورة أروى عبد الخالق علي، رئيس أطباء أسنان أقدم، مديرة برنامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا بكم دكتورة. أهلا وسهلا بكم. دكتورة، بداية نحب نتعرف على مصطلح الصحة المدرسية، ماذا نعني بالصحة المدرسية وما هي الخدمات المقدمة في هذا البرنامج؟ الصحة المدرسية هي أحد البرامج الوقائية في وزارة الصحة اللي داخل دائرة الصحة العامة، اللي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع من رياض الأطفال وحتى الكليات والمعاهد. خدمات اللي توفرها كثيرة، منها داخل المركز الصحي وخارج المركز الصحي. اللي تقدم داخل المركز الصحي هي مثل فحص الطلبة الجدد المتقدمين لرياض الأطفال والتسجيل بالأول ابتدائي. فهالسنة يعني تقريبا فحصنا 960 ألف وكسر طالب بالأول ابتدائي و130 ألف طالب برياض الأطفال. فحص الطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد، الخدمات مثلا التثقيف والتوعية والمشورة، عندنا خدمات صحة اليافعين في المركز الصحي، خدمات يعني جديدة صارت يعني قبل سنتين بالمراكز الصحية، وصلنا حاليا إلى 82 مركز صحي يقدم هذه خدمات المشورة. خدمات إحالة من المدارس المرضى المراجعين، نعطيهم إجازات إجبارية وعلاج. عمال الخدمة اللي يجون ينطوهم شهادات الصحية وشهادة التربية الصحية، هذه داخل المركز الصحي. عاملين الخدمة في داخل المدارس والمؤسسات التربوية؟ نعم، دولة ينطون داخل المركز الصحي شهادة التربية الصحية، شهادة الحوانيت الطبية المدرسية. خارج المركز الصحي أيضا عندنا خدمات كل هواية، اللي هي فحص الطلاب من صف الثاني إلى الصف السادس ابتدائي سنويا، فحص عيني. تقريبا يعني إحنا سنة فحصنا 5 ملايين وكسور من طلاب من هذه الفئة. فحص تغذوي وعيني للصف الأول متوسط، الكشف البيئي على المدارس للمدارس الحكومية والأهلية بصورة عامة، يعني لازم 100% إحنا سنويا تنفحص المدارس. إضافة إلى تثقيف وتوعية خارج المركز الصحي، عندنا الورش النظارات الطبية، تزويد النظارات الطبية المجانية للطلاب. هالسنة همينا تقريبا 2800 وكسر نظارة طبية مجانية تزودنا بها. عندنا تدريب المنسقين الصحيين اللي بالمدارس، هالسنة هم تقريبا تدربوا 7300 وكسر العدد اللي تدربوا. إضافة إلى خدمات العناية عندنا بصحة الفم والأسنان، عندنا المكاتب الخدمات النفسية المدرسية اللي هي تابعة للصحة المدرسية، هذه يتم الإحالة لها من المدارس ومن المراكز الصحية. عندنا إحالة إلى لجان التربية الخاصة، هاي تصير بفحص الطلبة الجدد اللي يعني يكون عنده مشكلة أو شيء من الطلاب، سواء ينحال إلى أو بالتواصل إلى لجان التربية الخاصة اللي هي تقرر أنه ممكن يروح مدارس اعتيادية أو مدارس تربية خاصة. عندنا إقامة الدورات للمنسقين ولأولياء الأمور وحضور الاجتماعات لأولياء الأمور يحضروها، هذه خارج المركز الصحي. نعم دكتورة، بالنسبة لبرنامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة، خلينا اليوم نتعرف ونعرف متابعينا على هذا البرنامج وما هي أهدافه ومتى تأسس في وزارة الصحة. نعم، البرنامج أول ما تأسس في عام 1936 كان عبارة يعني عن قسم أو تشكيل تابع إلى وزارة المعارف وقتها، اللي هي كان اسمها وزارة المعارف، هي وزارة التربية. بعدين بال 1952 صار تابع إلى وزارة الصحة. بال 1958 كانت اكو مستوصفات صحية تقدم هاي الخدمات البسيطة اللي هي مال الصحة المدرسية.
بال 1987 قام يقدم بكل المراكز الصحيه، يعني نعم. صار فد مسمى خاص اللي هو وحده الصحه المدرسيه. نعم، اهداف هذا البرنامج مثل ما ذكرنا انه يقدم الخدمات التوعويه نعم. والعلاجيه للطلبه أيه. ورصد الحالات المرضيه نعم. الكشف البيئي تدريب المدرسين واولياء الامور نعم. آلية الصحة المدرسية كيف تتم وكيف يتم متابعة هذه التشكيلات في الدوائر سواء في المحافظات أو في المدارس ككل؟ هي شعبة الصحة المدرسية هي تشكيل في دائرة الصحة العامة في مركز الوزارة. النظراء مالتها في دوائر الصحة هم شعب الصحة المدرسية في المحافظات كافة في الدائرة، وبعدين أكو بالقطاع أهمية وحدة الصحة المدرسية، وبداخل كل مركز صحي هي وحدة الصحة المدرسية. فالمتابعة تتم من خلال، وطبعا اكو ارتباطات احنا عندنا ويا وزارة التربية ويا وزارة التعليم العالي. هذه كيف تتم هاي الآلية؟ آلية التواصل مع وزارة التربية؟ والله سهلة الآلية، احنا متعاونين، يعني هم متعاونين ويانا عن طريق الكتب الرسمية، عن طريق الاتصالات الهاتفية. عندنا احنا لجان حتى يعني من ضمن مثلا الأعمال مال الصحة المدرسية اكو لجنة ساندة للامتحانات، فهي احنا عندنا يعني عضويه بها اثناء الامتحانات النهائيه بكل سنه، يصير مراقبه الاجراءات الوقائيه، متابعه الطلبه، هم احنا وياهم يعني موجود التواصل الدائم. دكتوره بالنسبه للمنسقين الصحيين ما هو دورهم في المدارس وكيف تتم اليه التواصل معهم؟ المنسق الصحي هو معلم بالمدرسه. يتم اختياره وفق يعني اول شيء احنا ننطي لوزاره التربيه، بنطيهم من ضمن الخطه مال الصحه المدرسيه انه يتم الاختيار بالمدرسه، انه يعني اول اختيار هو المرشد التربوي. نعم. في حال وجوده، في حال وجود المرشد التربوي بالمدرسه يكون هو المنسق الصحي، في حال عدم وجوده ممكن يختارون اي مدرس يكون هو له رغبه بالعمل بهذا الموضوع. هذا المنسق الصحي يدرب من قبل شعب الصحة المدرسية على دليل المنسق الصحي اللي بيشمل كل يعني شغلات التغذية، الصحة العينية، الإسعافات الأولية، الحالات النفسية، حتى يقدر هو يكتشف الحالات يتابعها. هو يكون عنده سجل داخل المدرسة بأسماء الطلبة، مثلا اللي عنده مرض، اللي عنده سكر، اللي عنده ربو يتابعه، اللي يلبس نظارة لازم يتابعه، فيكون هو مثل الفوكال بوينت، المنسق بين المدرسة وبين المركز الصحي. نعم. وإحنا سنويا نسوي لهم تدريب، وهسه أنا قلت لك دربنا 7360 واحد، لأنه يعني من ضمن الخطة إحنا 20% من المنسقين الصحيين سنويا يدربوا. هل هو هذا المنسق الصحي هو يتابع حالة الطلبة والتلاميذ، يلاحظ عليهم الأعراض، ولا هو الطالب نفسه في حال مرضه أنه يراجع هذا المنسق الصحي داخل المدرسة؟ شنو الآلية؟ الآلية نعرف أولياء الأمور. نعم. الآلية أنه هو مثلا بالفحص مال الأول ابتدائي. نعم. من دا يريد يسجل، اول ما يسجل عنده مثلا اكتشفوا حاله مرضيه، عنده ربو، عنده يعني سكر، عنده مشكله بالنظر، هذا الاستماره مالت الفحص مالته حتروح للمدرسه. فاحنا مدربين المنسق الصحي انه الاستمارات مال يشوفوها الحالات اللي يسجلها بسجل عنده يقوم يتابع وياه. هذه بالنسبه للصف الاول. باقي المراحل هو يتابع ويا المرشد الصف. مرشد الصف هو ممكن يكتشف حالة، يتواصل ويا المنسق الصحي ويا المركز الصحي، ممكن حالة نفسية، ممكن حالة مرضية، فهذا التنسيق يصير. دكتورة، حالات عديدة وأمراض عديدة تصيب الطلبة والتلاميذ في المدارس، طبعا نتيجة للعدد الكبير في داخل صفوف واحدة، أمراض مثل النكاف، مثل الحصبة، مثل التهاب الكبد الفيروسي نوع أي، وغيرها من الأمراض، كورونا وغيرها وغيرها. اليوم خلينا نتعرف على كيفية الوقاية من هذه الأمراض وضرورة معرفة والأهالي وأولياء الأمور بضرورة تشخيص أبنائهم مبكر وعدم إرسالهم بالتنسيق مع إدارات المدارس والصحة المدرسية. نعم، احنا سنويا عندنا بداية كل عام دراسي نعمم على المدارس ونعمم على دوائر الصحة متابعة المدارس بطرق الوقاية بالتنسيق طبعا مع مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية. ينطونا كل مرض الحالة يعني الأعراض مالته، الإجازة الإجبارية اللي مفروض تنطي إليه،
هذه تكون معممة حتى بداخل المدارس. فالمنسق الصحي أو المرشد الصف من يلاحظ أي حالة من الحالات المفروض يعني التزام بالإجازة الإجبارية لمنع العدوى. يعني هي من أهم الأشياء اللي الوقائية حتى ما تمنع العدوى باقي الطلبة. باقي الأشياء مثلا طبعا احنا نعمم انه غسل اليدين، تعقيم اليدين، ماكو ما يستعملون حاجات غيرهم. هي أهم شيء يعني الابتعاد عن الطالب المريض وهكذا. فيعني من ضمن الإجراءات الوقائية اللي تعمم سنويا. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية، نكمل حديثنا مع الدكتورة أروى عبد الخالق علي، رئيس أطباء أسنان أقدم ومديرة برنامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة. أهلا بك دكتورة مرة ثانية. أهلا وسهلا. دكتورة نكمل حديثنا على أهمية التوعية خصوصا للملاكات التربوية ولأولياء الأمور وللتلاميذ في مختلف المجالات الصحية. خلينا ناخذ كل فئة على حدة ونبدي بالتوعية لهذه الفئات. بالنسبة للملاكات التدريسية ذكرت لك أنه إحنا عندنا دورات تدريبية للمنسق الصحي. هذه واحد يعني المنسق الصحي سنويا عدة مرات يروح للمركز الصحي يزون عليه بأكثر المناسبات يسوي له توعية وتثقيف وعلى دليل المنسق الصحي اللي موجود بالخطة الصحة المدرسية. باقي الملاكات التدريسية إحنا عندنا يعني عدة مناسبات بالسنة الدراسية، المناسبات الصحية. فإحنا بكل مناسبة يطلعون الفريق المركز الصحي، فريق الدائرة، ينطون محاضرات بالمدرسة للملاكات التدريسية حول يعني هواية أمور اللي هي تخص الصحة، صحة الطلاب. ممكن مثلا هو المنسق الصحي احنا متفقين وياه بعد ان ياخذ الدورة من عندنا يروح يحكي بها ويا الملاكات التدريسية حتى يكونوا كلهم على علم. يعني تعرفين هو المنسق الصحي واحد. والمدرسة يجوز بها 500 طالب طبعا. ما يقدر كلهم يتابعون. فأكثر شيء ويا مرشدين الصفوف المفروض هم يكونون على علم وتواصل بالمعلومات اللي هو أخذها ينطيهم هو وياه حتى يقدرون يكتشفون بعض الأمراض. بالنسبة لأولياء الأمور إحنا دائما نشدد على حضور اجتماعات أولياء الأمور بالمدارس اللي يصير مرتين بالسنة تقريبا، مرة قبل نص السنة ومرة بعد نص السنة. فدائما نركز على حضور يعني ممثل المركز الصحي، ودائما أكو موضوع ينطي بالمركز الصحي يعني خلال الاجتماع على فد أي موضوع يعني حسب المتداول حاليا. بس إحنا عندنا كل شوية مشاكل مخدرات، مشاكل التدخين، مشاكل الانتحار، يعني ممكن ينطيهم أي معلومة أو مثلا على مرض معين. بالنسبة للطلاب إحنا دائما هم عندنا يعني فعاليات إنه ندخل للمدارس مثلا ننطي فد محاضرة في مادة ما على موضوع معين، إضافة إلى أنه إحنا مدخلين بالمناهج الدراسية هواية أمور صحية. يعني عندنا تواصل ويا وزارة التربية ويا لجنة المناهج، ندخل هواية مواضيع دائما يعني للتثقيف الطلاب. دكتورة بالنسبة لموضوع الحقيبة المدرسية، موضوع جدا مهم، نلاحظ أنها أولادنا صغار بالعمر يحملون أوزان ثقيلة جدا تؤدي إلى مشاكل صحية مستقبلا خصوصا على العمود الفقري وعلى جسمهم ككل. خلينا نتكلم اليوم على هذا الموضوع المهم، كيفية تدارك هاي المشكلة. نعم هي مشكلة كبيرة ويعني حاولنا نشتغل عليها مع مركز الأمراض الغير انتقالية. وسووا بحث عليها ودراسة وظهرت كل شوية يعني نتائج أنه إيش قد تأثر على المفاصل وعلى الرقبة وعلى الكتف. وإحنا شايفين يعني أولادنا وشون يشيلوها للجنطة وإيش قد وزنها. هذه كلش إلها يعني بالمستقبل حتى لو هسه ما بينت عليهم. مرات أشخاص بالغين ما يقدرون يشيلون هاي الأوزان يعني أكثر من وزنهم هي. في حين هي منظمة الصحة العالمية تقول يعني المفروض اللي مثلا وزنه 30 ما يشيل أكثر من 3، يعني 10% من وزن الطفل. فإحنا اللي نشوفه يعني دا يصير يعني حتى بحضور وزارة التربية وحتى النتائج أطلقت بحضور وزارة التربية يعني ان يا حبذا انه التزام بالجدول الدراسي انه ما يشيلون كل الكتب الطلاب. هذه يعني ما نشوفها حقيقه بالمدارس، يعني يقولوا لهم جيبوا كل الكتب او الاهل ما يتابعون ويا الطالب جدوله فهو باقي كتبه بالمدرسه. مرات هو درس الواحد بأكثر من دفتر. يعني حاولنا انه نسوي مثلا يعني احنا شفنا بكردستان الكتاب مقسم يعني مقسم هذا مثلا مال العلوم ومال الرياضيات ومال هاي نفس الكتاب واحد وهم طابعين يعني يشيله وياه وكم دفتر وياه بس.
يعني بدنا نحاول نشتغل على هيك شيء بلكت يصير فد ان شاء الله. ان شاء الله نرجع موضوع اخر، اهميه التلقيحات في الوقايه من الامراض خصوصا عند تسجيل الطلبه سواء في رياض الاطفال او في المدارس الابتدائيه او حتى في الكليات. نلاحظ احنا كل فتره تظهر موجه وبائيه مثل حصبه وغيرها من الامراض. احنا عاده يعني اللقاحات هي كلش ضروريه للطفل ومن هو اول ما يجي للدنيا. احنا عندنا مثلا بالتسجيل مال الروضه او تسجيل المدرسه ندقق الموقف التلقيحي مال الطالب وما ممكن يسجل بالمدرسه اذا ما مكمل كافه اللقاحات مالته، اضافه الى انه تصير حملات مرات اضافيه مثل ما تقولين اذا ظهر فد يعني فد موجه مرض نكاف او حصبه تصير موجات تقويه للقاح مالتهم. احنا يعني هاي بفتره الجائحه طبعا هم كنا نثقف على اللقاح للمدرسين وللطلبه وصارت يعني هوايه اعداد تلقحوا بالمرض، فيعني اللقاح هو فد شيء كلش ضروري. نعم. دكتورة نتكلم على برنامج اليافعين بما أنه هو ضمن شعبة الصحة المدرسية في وزارة الصحة. نعم. ما هو مفهوم اليافع؟ ما هي اليافعين؟ نعم. ما هي الأعمار المشمولة بهاي الفئة؟ وليش تغير اسمهم من مراهقين إلى يافعين؟ نعم. اليافعين هم الفئة اللي عمرية من 10 إلى 19 سنة. نعم. هذه بالسنوات يعني الجديدة هسه ظهرت هذه المصطلح، أنه قبل من يقولون على واحد مراهق يعتبروه فد يعني نوع من شلون استجمة او فد نوع من التنمر، يعني التنمر انه هذا مراهق. هسه سموهم اليافعين شوي الاسم اكثر يعني مقبوليه له. نعم. عندنا البرنامج اليافعين قلت لك هو حديث بدا بمراكز يعني تجريبيه اول. نعم. شيء ببغداد كرخو رصافه 2 باثنين، بعدين بدينا نزيد بكافه المحافظات، هسه بكل المحافظات انتشر بدينا من زيد، يعني وصلنا الى 82 مركز صحي هسه يقدم خدمات اليافعين. خدمات اليافعين هي خدمات مشهوره اكثر شيء. نعم. ويعني تثقيف وتوعيه تشمل كل شيء، يعني من برنامج تغذيه، تدخين، صحه جنسيه وصحه انجابيه، النفسيه. نعم. عينيه، كل شيء موجود يعني في المركز الصحي. احنا يعني تم تدريب كوادر المراكز الصحيه اللي تشتغل يسموها هي صديقه لليافعين من قاطع التذاكر الى الطبيب، يعني هذا كله شلون يتعامل ويا هذول الفئه العمريه اللي هي يعني تمثل طبعا فد فئه كلش واسعه، يعني تقريبا ثلث ال نعم تشكيله الشعب العراقي، وهم بما انه اكثرهم موجودين بالمدارس فصارت ضمن برنامج الصحه المدرسيه. نعم. فيعني دا نشتغل عليهم فد شغل واسع وشغل حلو. اكو عندنا خط استحدثناه اسمه الهيلب لاين، هذا موجود يعني من 10 الصباح الى 10 بالليل مفتوح، خط مجاني، ارقام هواتف ان شاء الله يعني نزودكم بها. يقدر اليافع يتصل اذا عنده مشكله نفسيه، مشكله تغذويه، مشكله صحيه، مشكله جنسيه، اي شيء. نعم. موجودين ناس يعني مدربه على الاجابه ويحلوا لهم المشكله ان شاء الله. نكمل كلامنا ان شاء الله بعد الفاصل. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى، نكمل كلامنا مع دكتوره اروى عبد الخالق حول موضوع اليافعين. نعم نكمل كلامنا دكتوره، انه ما هي اهم المشاكل اللي تعرض لها اليافع في هالمرحله العمريه الحساسه والحرجه؟ تمام. عندنا اولا مثلا مشاكل تغذويه. نعم. اللي هي السمنه او النحافه الشديده، تعرفين يعني بهذا العمر هم اما قله حركه، قله رياضه، اكثرهم يعني متوجهين للاجهزه الالكترونيه. نعم. او التلفزيون، فيصير عندهم سمنه، الاكلات السريعه. نعم. او عندهم هذا الهوس مال الريجيم والدايت وما اعرف شنو بحيث يوصلون الى درجه هاي اكثر شيء البنات، هاي اكثر شيء البنات. نعم. يعني هاي مثلا بالمشاكل التغذويه. نعم. مشاكل النفسيه احنا هسه تعرفين يعني كل شويه اكو هاي الحالات الكآبه. نعم. التوتر، القلق، الرغبه بالانتحار او الانتحار فعلا. عندنا كل شويه، وحتى سوينا بحث يعني على طلاب الثانويات اللي هم من الاول متوسط الى السادس اعدادي، ظهر اكو كلش يعني علاقه يعني وثيقه بين هذول العمر، يعني عندهم هذا حاله اكتئاب، خاصه مثلا اللي مثلا درجاته قليله يصير عنده اكتئاب وتوتر، اللي يعني تاثر على طبعا الثقه بالنفس، تاثر على الشخصيه. نعم. تاثر على التحصيل الاكاديمي، فهذه الحالات النفسيه اكثر شيء هو يعني مؤثر بهاي المرحله. نعم. العمريه، اضافه الى التنمر. نعم. يعني هالسوالف بالمدارس اللي تصير. نعم. الاغتصاب، تصير هواي سوالف يعني بيها مشاكل كثيره.
بالنسبه للصحه الجنسيه والانجابيه يعني بهاي الاعمار الزواج المبكر احنا عندنا كل شيء هواي، يعني عندنا بنسبه عاليه بالعراق زواج مبكر، واللي يصير به بعدين حمل مبكر ووفاه الامهات، هذه كلها من مشاكل اليافعين. عندنا مشاكل التدخين، مشاكل المخدرات، مشاكل الامراض الجنسيه الايدز وغيرها والالتهابات وهاي السوالف، فهذه اكثر المشاكل اللي نعاني من أدها. فاحنا يعني يعني هذه المراكز الصديقه لليافعين خليناها انه ممكن يعني اليافع يجي كمريض عادي، مثلا انت سنه واجعه بلا عينه توجعه، احنا يعني نستقطبه من خلال هذا وجوده بهذا المركز الصحي، نقدر نعطي مشوره اذا هو مثلا عنده سمنه او عنده اي واحده من هاي المشاكل ممكن، وممكن ايضا نطلع للمدارس نشوفه، ممكن بالمراكز مثلا النوادي الشبابيه، يعني هو مو مكان واحد ممكن تلقيه لليافع. نعم. في كل مكان يكونوا متواجدين. دكتوره، موضوع المدارس الاهليه لاحظنا بالاونه الاخيره افتتاح مدارس اهليه كثيره. نعم. هل جميعها مطابقه للشروط البيئيه من ناحيه حجم الصفوف وغيرها من الملاحظات اللي حضراتكم بعد اعرف الموضوع؟ والله يا دكتورة احنا يعني المدارس الأهلية مشكلتنا بالوزارة الصحة، اولا تنفتح يعني هواية مدارس بدون موافقات صحية، يعني يجي ابو المركز الصحي يتفاجئ انه اكو مدرسة انفتحت هي تابعة للرقعة الجغرافية مالته، لو مثلا طبعا تكون غير مطابقة للشروط، تعرفين كلها بيوت وداخل الفروع دا تصير بيت يعني 200 متر، هسه بالجديد شويه بدت التربيه، هاي صار يعني يمكن هالسنه انه تنطي شروط انه ما يصير اقل من 1000 متر او هيك فد شيء يعني المدرسه، بس بنفس الوقت الموجود يعني هذا واقع حال، يعني من يطلعون المراكز الصحيه ويسوون كشف بيئي تطلع هواي مؤشرات نواقص ويبلغون بها ابو المدرسه، المفروض انه من يجون مره ثانيه مصلح بها، خاصه هاي البناء الكرفاني اللي هو اخطر شيء، يعني اذا تشوفين ايش قد حرائق ايش قد هاي، احنا يعني مانعين منع بات بالمدارس، بس هم نشوف موجود نروح نشوفه موجود، هذا كلش خطر. نعم. هي بصوره عامه يعني حتى المدارس الحكوميه بها مؤشرات بها نواقص، يعني احنا مثلا بالاستماره سنويا نطلع يعني تقرير كامل، تقرير سنوي عن الكشف البيئي، ونطلع ايش قد اكو خلل مثلا بالمرافق الصحيه بساحات المدارس. نعم. بالمدارس مثلا اكو هوايه ايله للسقوط، يعني صفوف اكتظاظ بالصف، تهويه مثلا ماكو شبابيك يعني كافيه، ماكو رحلات ملائمه للعدد، يعني تعرفين المدارس الحكوميه عندنا كلش اكتظاظ. نعم. بالمدارس الاهليه اكو مشكله انه عدم توافق الشروط، صحيح يعني التربيه تحاول بس يعني استجابه قليله من ناحيه التعديل بالمؤشرات. نعم. او بالنواقص كلش قليل. دكتوره، حتى موضوع الاهتمام بالدروس الرياضيه والفنيه، نعم، ذكرنا موضوع الاكتئاب وزياده صح الوزن، صح، احنا نلاحظ للاسف في اغلب المدارس عدم الاهتمام بهذه الدروس اللي هي صحيه، صح، ومهمه جدا للطفل وللطالب خصوصا، صح، خصوصا في هذه المرحله العمريه، صح، فما اعرف يعني يا ريت انه يتم التجديد على التزام بجدول التربيه الرياضيه، صح، والتربيه الفنيه. صح، احنا هواي يعني دائما نسوي لهم كتب ويحضرون ويانا وزاره التربيه بالاجتماعات وبالندوات، وناكد على النشاط البدني. نعم. ودروس الرياضه اللي هي يعني انحفت بسبب مثلا مدرسه ثلاثيه ما عندها وقت، هذول صف سادس اعدادي ما عندهم وقت يدرسون رياضه، هذا يعني يسدون به ياخذون به غير الصفوف دروس رياضيات وما اعرف شنو، هي هذه يعني فد شيء كلش غلط. مرات المدرسه نفسها غير يعني مؤهله كمكان، نعم، لا ساحه. نعم. ولا شيء، فما يعني هي دروس الرياضه فد شيء كلش مهم للطلاب. نعم. دكتوره، موضوع الحوانيت المدرسيه، شلون اليوم لاحظتوا حوانيتنا المدرسيه الموجوده المنتشره سواء بالحكوميه او بالاهليه؟ حوانيت المدرسيه ايضا يعني احنا العام خالقين 610 حانوت من المدارس، طبعا ها يعني في بغداد والمحافظات في كل، نعم، هي طبعا الوحدات الصحه المدرسيه تطلع تسوي الكشف البيئي من ضمن الحانوت المدرسه. نعم. اللي هو اكو مؤشرات خاصه متفقين ويا الرقابه الصحيه شنو اللي مفروض متواجد، مفروض اكو تهويه، مفروض اكو ثلاجه، مفروض اكو مكان يعني ماي للغسل. نعم. اليدين، نوع الغذاء شيء. ايضا نوع الغذاء طبعا من معهد بحوث التغذيه اكو قائمه للغذاء شنو الاشياء المفروض متواجده، طبعا احنا نلقاها معلقه بالحانوت بس هي غير مطبقه، غير مطبقه، اضافه الى انه ما تنباع اشياء بس مثل يعني حانوت مواد غذائيه، اشياء ثانيه ودفاتر واقلام وما اعرف شنو، هاي المفروض يعني ما موجوده بالحانوت المدرسي. نعم. احنا يعني المفروض الاكل مسلفن، المفروض ماكو طبخ،
اكو مدارس تلقين بها يعني، فماكو ذاك الالتزام القوي. فاحنا عاده من يطلع بها مشكله نبلغ الرقابه الصحيه، الرقابه الصحيه تطلع تغلق اللي ما تنفذ يعني النقوصات او ما تعدلها، فالعام انغلقت 610 حانوت. احسنتم، وان شاء الله يعني تتطور الحوانيت المدرسيه وتقدم غذاء صحي للطلبه ان شاء الله. دكتوره، كيف واجهتم جائحه كورونا في المدارس خصوصا في برنامج الصحه المدرسيه؟ والله يعني أنا الصحة المدرسية كان لها دور كلش كبير يعني في مواجهة جائعة كورونا، يعني أهل أبطال، أنا أسميهم أبطال الصحة فعلا المدرسية فعلا، يعني اشتغلوا شغل كلش كبير فعلا. كان عندنا يعني الإجراءات الوقائية دائما هم بالمدارس، تسجيل درجات الحرارة، التجديد على الكمامات وعلى التباعد. المدارس لما كانت تذكرين يعني مو كلها تداوم بنفس اليوم، نعم. الصفوف كانوا يروحون مثلا يقول المدارس الاهليه طبعا كانوا يداومون كلهم بنفس يعني ما ملتزمين بهذه، البعض منهم التزموا اكثر والبعض الاخر ملتزمين، نعم. فكانوا يعني عندهم هذه حالات الواجبات انه يروحون ياكدون على المدارس، نعم. فتره الامتحانات لانه كانت يعني لازم الكل تمتحن، فكانت يعني الفرق الصحيه تنتشر بكل المدارس من 6 الصبح يعني، نعم. تعرفين الامتحان بالسبعة هم، فذولا يروحون خطا من 6 الصبح يوقفون باب المدرسه قياس درجات الحراره. اضافه لانه احنا يعني كشعبه مركزيه بالوزاره سوينا برنامج احصائي يوميا تجيني الحالات يعني المصابه والمشتبه بها، والمدرسين واحد وطلاب واحد ومن كل دائره، وايش قد صفوف انغلقت. كان اكو غلق يعني مرات انغلقت مدارس كامله بوقتها من صارت العدوى، فكان يعني اكو فالتعاون كلش كبير بيننا وبين دوائر الصحه. ان شاء الله ربي يجنبنا هذه الجوائح وهذه الأمراض الخطيرة. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية، خلونا نكمل حديثنا اليوم مع الدكتورة أروى عبد الخالق مديرة شعبة الصحة المدرسية في وزارة الصحة. أهلا بك دكتورة مرة أخرى. اليوم نروح لمحور آخر، بما أنه حضرتك طبيبة أسنان اليوم نستثمر وجودك ويانا نتكلم عن صحة الفم والأسنان. هذا الموضوع جدا مهم بتفاصيل دقيقة نحب نتعرف عليها من خلال حضرتك. طبعا احنا من ضمن يعني خدمات وزارة الصحة منقول شعبة الصحة المدرسية هو فحص الأسنان. طبعا الصحة المدرسية يعني من ضمن الاستمارة مال التسجيل مال الأول ابتدائي ورياض الأطفال هو فحص الأسنان، إضافة إلى أنه أكو برنامج العناية المنظمة بالأسنان اللي تقوم بدائرة الأمور الفنية، هذا الفحص كل الطلاب 100%، وعلاج طبعا اللي عندهم حالات المفروض حشوة أو قلع أو شيء، إضافة إلى إعطاء الفلورايد بالمدارس. فهذا يعني برنامج سنوي يصير. يبقى احنا بالنسبه لنا كمتابعه يعني وتسجيل حالات فقط بالنسبه للاول ابتدائي ورياض الاطفال. بشكل عام، نعم، نتكلم اليوم متابعينا مو فقط الطلبه، بشكل عام صحه الفم والاسنان شنو تتضمن هذه الخدمات، او هي صحه الفم والاسنان شلون يتم العنايه بهذا الموضوع؟ طبعا احنا دائما يعني نشجع او نثقف بالمدارس على طريقة تفريج الأسنان، نعم. اللي هي يعني هواي ناس تجهلها يمكن حتى أكيد. الكبار، نعم. أنه المفروض الفرشة تكون يعني بزاوية 45 درجة مع الأسنان، تبدي من اللثة وتنزل ومن جوا من جوا إلى فوق، كل مثلا سنين ثلاثة يتفرجون سوا، وبعدين نبدي من الداخل همينة. فهذه احنا همينة سنويا أو من ضمن المحاضرات التوعية والتثقيف اللي تصير بالمدارس، أو من يراجعون الطلاب إلى المراكز الصحية يصير لهم يعني تثقيف بهذا الموضوع. من أي عمر دكتورة يبدأ الاهتمام بصحة الأسنان؟ طبعا هو بالنسبة للأسنان اللبنية يبدأ من عمر الحمل، هاي بالنسبة للبنية، بس بالنسبة للأسنان الدائمية هو من وجود الأسنان اللبنية، العناية بالأسنان اللبنية هي تؤدي إلى يعني حفاظ على الأسنان الدائمية. هواي نشوف مثلا أطفال يفقدون أسنانهم بصورة مبكرة، مثلا أما يوقع أو يتسوس وما يديروا لبال على هذا لبني ويروح، فتفرغ الأماكن مالتها، المشكلة تصير على الأسنان الدائمية. أما يصير مثلا تأخر بالظهور الأسنان، أو تطلع مثلا بها عوجاج وتحتاج إلى تقويم بالمستقبل، أو تسوي رائحة كريهة بالفم، يعني المفروض تبدي هذه بالأسنان اللبنية هي التعليم على طريقة التفريج، طريقة الحفاظ على الأسنان. دكتور، موضوع تأخر نمو الأسنان خصوصا بالأطفال من عمر 9 أشهر فما فوق، نلاحظ الكثير يعاني موضوع تأخر نمو الأسنان، نعم. وتبدي الأم تقلق وتخاف أنه ابنها تأخر نمو سنة، أو تقارنه مع ابن خالة ابن عمه. قصدك الأطفال الرضع؟ الأطفال الرضع، نعم.
وما هي العوامل اللي تؤدي الى تاخر نمو الاسنان؟ اكثر شيء بذول الاطفال الرضع اما يكون موضوع وراثي يعني مفدل ما بيفت مشكله ما يخافون نقول لهم، او يكون مثلا نقص عنده بالكالسيوم او فيتامين دي، هذول يعني بالنسبه للطفل الرضيع عندنا احنا. بعدين اكو تاخر بالاسنان الدائميه همين، اكو هواي يجون يشتكون انا ابني بالاول ابتدائي ما طلع السن الدائمي، او هو حتى ما يدري بين السن الدائمي وبين السن اللبني، همين لها اسباب، هم ممكن نقص بالفيتامينات، هم ممكن يكون اكو 8 سنوات يلا يطلعون اسنان، هم يكون موضوع وراثي، اكو مثلا انه هو شلعها من وقت اللبنيه فهذه ما طلعت الدائميه أكيد. او حتطلع في مكان اخر طبيعي. او تكون مثلا ملتحمه بالعظم فبيها مشكله، هذه بهيك حاله يعني اذا كلش تاخر الموضوع ممكن باشعه بسيطه يبين شنو الموضوع، اذا ملتحمه بالعظم او موجوده بس اتجاهها يعني مو باتجاه اللثه بحيث ما ممكن تطلع الا بعمليه او شقل اللثه او الدفد نقص بالتغذيه او الفيتامينات، يعني مو موضوع يخوف ان شاء الله. دكتوره، دور التغذيه في وقاية الأسنان من مشاكل الصحية ومن التسوس وغيرها، ما هو الغذاء الصحي لنمو أسنان سليمة وما هو الغذاء الغير صحي؟ وإحنا نلاحظ للأسف أطفالنا في الآن في هذا الزمن طبعاً أكل الحلويات والشيبس وعدم عدم التفريج، يعني نام وهو تتكون عند البكتيريا تتكون لها، بحيث هو يعني تشوفي مثلا مرات نقهر انه هو بالصف الاول ابتدائي والسن الدائمي طالع وبيتسوس استوى طالع، يعني هذا بعد من يشلع هذا هو عمره كله بعد انتهى، يعني هم يتوقعون هذا سن لبني اهله فمن يشلعوا الهياء على اساس بس هو سن دائمي يعني. فالمفروض يكون يعني الاهتمام والتاكيد من الاهل على تفريج يعني بالليل خاصة من ينام ورا كل وجبة، المفروض ورا كل وجبة أكل ورا كل وجبة أكل، وخاصة هاي الأكلات اللي يعني اللي بيها حلويات وبيها مواد ممكن تلصق بالأسنان، المفروض يفرج أسنانه، مضمضة دائما، فلورايد ممكن يسوي إذا ما بالمدرسة المفروض هو يعني بالعيادات بالمراكز الصحية يسووا له فلورايد يحافظون على الأسنان. عدد مرات مراجعة طبيب الأسنان هل هي ضرورية و اكو جدول زمني معين حتى يعرفون الاهل واولياء الامور اليوم؟ هي متابعه المفروض كل 6 اشهر. هاي في حاله يعني ما عنده فد شيء ويروح يتابع احتمال فد شيء هو محاسبي. طبعا بس في حاله عنده الم او عنده فد تسوس او شيء يراجع وقت الحاجه. دكتوره، خلينا نرجع لموضوع الصحه المدرسيه، الان ذكرت موضوع انه كانت لكم حملات حول الديدان المعويه، كانت حابين نتعرف اليوم عن هذه الحملات اللي اجريت بالمدارس. مركز الامراض سيطر على الامراض الانتقاليه، سووا يمكن تقريبا 2 سنين قبل كوفيد شوي توقف هذا الموضوع ورا الجائحه، باعطاء حبوب الميدازول للطلاب، وكانت حمله يعني ناجحه وتوزعت الحبوب حتى بوقتها المدرسين والهاي رادوا لهم والعوائلهم، لانه كان في الموضوع كامل يعني، وبوقتها صارت توعيه وتثقيف عليها قبل ما نبدي ويا وزاره التربيه وموافقات حتى ندخل للمدارس ونعطيهم هذه الحبوب اللي تقيهم من هواي امراض، يعني الديدان المعويه بها يعني مشاكل كلش كبيره ممكن تؤدي اذا صارت بالمدارس. هل تمت هاي الحملات في كل مدارس العراق ام في مناطق جزئيه؟ لا في كل مدارس العراق الابتدائيه من الاول للسادس. ما هي الحملات الاخرى اللي ممكن تتم في المدارس او اللي تمت في الاعوام السابقه او مستقبليا؟ والله هي اكثر شيء حملات اللقاحات، يعني احنا سنويا يعني مرات مثلا بفتره التسجيل مال الاول ابتدائي اللقاح ما يكون متوفر بالمركز الصحي، فبعد من يداومون الطلاب بالمدارس ورا مثلا شهر او شهرين تطلع حمله للمدارس يكملون لقاحاتهم، من اللي ما مكمل لقاحه وما قدر ياخذ بفتره التسجيل او تنط للكل بصوره عامه في حاله اكو فد يعني انتشار لمرض النكاف او الحصبه او هاي الامراض اللي المؤذيه اللي ممكن تسبب جائحه يعني اذا بقت. طبعا شكرا للمعلومات القيمه اللي قدمتيها لنا اليوم دكتوره اروى، وان شاء الله نلتقيك بحلقات قادمه. متابعينا الكرام، شكرا لمتابعتكم اليوم لهذا البرنامج، نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم. تقبلوا تحياتي انا الدكتوره نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج، الى اللقاء.